قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إن عدد القتلى على يد ميليشيا الحوثي منذ بداية التمرد بلغ 11251 شخصا، من بينهم 1080 طفلا و684 امرأة. وأضاف عسكر أن الوزارة سجلت مقتل أكثر من 500 مدني من بينهم أطفال ونساء، موضحا أن حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري بلغت 18734 حالة. وتابع عسكر أن الحرب لم تكن خيار الحكومة، مشيرا إلى أن الحوثيين فرضوا بحربهم على الشعب أن تدافع الحكومة عن شعبها من أجل خياراته المشروعة.